يعطيكم العافية. حناخذ درس الساعة، طرق كيف نسأل كم الساعة. ممكن أقول Do you have the time؟ أو أقول Do you know what time is it؟ أو أقول What time is it؟ أو الأخيرة نقول Can you tell me what time is it؟ طيب لو أنا أبغى أسأل متى تفتح الصيدلية، متى تقفل، متى والله يفتح المقهى، متى يقفل، متى تفتح البقالة، متى تقفل، وهلم جرة، راح أسأل بالسؤال اللي هو what time. ركز معي، لأنه مفرد راح نضيف does، فراح نقول what time ثم أضيف الشيء أقول open، أو what time أضيف اللي أبغاه ثم أقول close يعني متى يفتح ومتى يقفل. فأقدر أقول what time does the shop open، متى يفتح المحل، أو أقول what time does the shop close، متى يقفل المحل. شيء ثاني ممكن نقول what time does the grocery open، what time does the grocery close. ركزت؟ ركز. بعدها أنا أبغى أقول متى نتقابل أو متى يبدأ الفيلم. عندك أشهر جملتين حلوة جدا. الأولى يطول لي في عمرك، راح تكون طبعا باستخدام what time، فراح تصير what time should we meet، متى نتقابل. متى يبدأ الفيلم راح نقول what time does the movie start. ممكن نقول ترى what time does the movie end، يعني متى ينتهي الفيلم. واضح؟ في طرق كثيرة ممكن أجاوب فيها عن الوقت. ممكن ترى أقول it's 12 o'clock يعني الساعة 12 تماما. ممكن أقول it's 12:05. ممكن أقول it's 12:10. ممكن ترى أقول it's 12:15. ممكن نقول أيضا it's 12:20. ممكن نقول أيضا بعد حي it's 12:25. ممكن أيضا نقول it's 12:30. أيضا ممكن نقول it's 12:35. أيضا it's 12:40. وأيضا نقدر نقول it's 45. It's 12:45 عفوا. وأيضا نقدر نقول it's 12:50. It's 12:50. والأخيرة it's 12:55. ناخذ محادثة كتثبيت للدرس. محادثة ما بين سارة وسامويل. قال سام واو look at that، انظر إلى ذلك. I really want to see that film، أنا من جد أبغى أشوف ذاك الفيلم. سارة قالت when does the film show in the cinema، متى يعرض الفيلم في السينما. رد عليها سام وقال it's shown at 12:15 PM، يعرض الساعة 12 مساء. حلوين، PM بمعنى مساء، AM بمعنى صباحا. سارة قالت great، عظيم أو جميل. can I accompany you please، هل ممكن أني أرافقك أو أجي معك. company accompany بمعنى يرافق، company بمعنى شركة، في فرق بين الاثنين. رجع سامويل وقال لها definitely، وكان أكيد تقدري، but لكن you're the one who's going to drive، أنت اللي راح تقودين السيارة.